سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أدى امبارح صلاة الجمعة بمسجد المشير الطنطاوي، والتقى عدد من قادة القوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان. وأشاد سيادة الرئيس بجهود القوات المسلحة في تنفيذ مهامها بكل تفان وإخلاص، وقال إن الشعب المصري بيقدر الجهود والتضحيات اللي بيقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعا عن أمن مصر وسلامتها. أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ووزراء الأوقاف والداخلية والعدل والتنمية المحلية والإنتاج الحربي، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة ووكيل الأزهر الشريف وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود. وألقى الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف خطبة الجمعة، أكد خلالها أن شهر رمضان هو شهر الصيام والقيام والرحمة والإحسان، وهو شهر البطولات والفتوحات والانتصارات. واختتمت الخطبة بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وجيشها من كل مكروه وسوء، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان. وعقب أداء صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بقادة القوات المسلحة، حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان. وأدار السيد الرئيس حواراً مع قادة القوات المسلحة تناول خلاله كافة الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية وتأثيرها على المنطقة، مشيداً بجهود القوات المسلحة في تنفيذ مهامها بكل تفان وإخلاص على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية، مؤكداً أن الشعب المصري يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعاً عن أمن مصر وسلامتها. في أخبار تانية في الحياة متنوعة حصلت امبارح، زي نفي الحكومة زيادة تعريفة الركوب وده لسيارات النقل الجماعي والسيرفيس بالمحافظات، كمان تسريع وتيرة العمل لتطوير موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأخبار تانية كتير هنشوفها من خلال التقرير التالي. مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير عن الحصاد الأسبوعي للمجلس واللي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، ده غير الاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. امبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الأخبار اللي ترددت على السوشيال ميديا بخصوص زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسيرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار البنزين. المركز قال إن دي كلها شائعات، وتعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسيرفيس بكافة المحافظات زي ما هي من غير أي زيادة، وقال كمان إن في حملات مكثفة في المحافظات لمنع قائدي السيارات من زيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير. كمان امبارح أكدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء إنها استجابت لعدد كبير من شكاوى المواطنين من خلال التعاون مع الوزارات والمحافظات ومختلف الأجهزة والجهات الحكومية خلال الفترة اللي فاتت. وكمان أكدت المنظومة إنه تم التعامل بشكل فوري مع الشكاوى الخاصة بضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات للتلاعب في الأسعار. امبارح أعلن المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنه بيتم دلوقتي العمل على تطوير موانئ السخنة وغرب بورسعيد والعريش لتعزيز القدرة التنافسية ليها ودفعها عشان تكون موانئ محورية على البحرين الأحمر والمتوسط،
لخدمة حركة التجارة العالمية، وده طبعاً تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في تسريع وتيرة العمل لتطوير الموانئ لتضاهي مسيلاتها العالمية.